ونبداو على بركة الله ونقولوا بسم الله. شوفوا البنات، انا غنبدا معكم السلعه ديال اساقداو وديال بيم وديال حاجه وحده خديتها من كارفور. المهم انا غنوريكم كل شيء وغنوريكم الحاجه اللي بغيتكم تمشيو دغيا تمشيو تاخذوهم، ما حد فيهم برومو لانهم زوينين وشي حاجه كما كنقولوا هوته وهمزه ما بغيتكمش تفلتوها. هذا هو الغرض اللي دائما كنشارك معكم بعض المرات بعض الاشهر، كاين شي شهر ما كنشاركش معكم وكنلقى ما نقول، ماشي غنجي للفرجه نقول لكم ها شنو شريت شنو شريت، لا دائما كنقولها لكم الخير في ديوركم وانتم مالي الخير تبارك الله، والله يقوي لي يرزق ليكم ويبارك لي ربي فيه ويبارك ليكم فيه. تنبغي الا واشي ميساج نوصلو لكم كما كنبغي الربح ليا، اكيد نبغي نقولوا لخوتي واللي ناس بهالامر تمشي تاخذهم وتستافد منهم. المهم نبداو بالتقديم ديال اتقداو. كان خاصني شوفوا اللي ما شفتوش عندي هنا البنات عرفوا عندي، لانني دائما كنقول لكم انا ملي تمشيو تقداو حتى كنكتب في داري واحد لا ليست ديال شنو خاصني شنو عندي، اللي عندي ما كنجيبوش واللي خاصني هو اللي كنكتبو. دونك ملي تشوفوا شي حاجه هنا ما كايناش عرفوها راه عندي، راه مشيت البارح للمدينه تقديت غير داكشي اللي خاصني. المهم هنا كان خاصني الفينو البنات، ها هو مشيت هذا خديته في اتقداو، هذا رخيص البنات تيدير 39 درهم، ما كاملش حتى 800 ريال. كاين واحد كيدير غير كدا و20 درهم، كاينين جوج هاد إنكان البنات ولا إنكان كان فيها لي مارك زوينين، يعني سواء في الفورس سواء في الحرش سواء في السميده سواء في الفينو، انا ديجا مجرباها وعجبني. هاي هو كاينين جوج البنات باش تردوا البال، كاين هذاك اللي كدا و20 وهذا اللي ب 39، هذا نوعا ما تيكون حرش وغليت شي شويه، الاخر كيكون رقيق ورطب بزاف، فهمتوا الناس هذا هو الفرق. غير هذيك الاخرى كتلقاي هاد اللعيبات عندها هذه في الاورانج، والاخرى اللي رخيصه كتلقاو عندها هاد اللعيبات بالصفر، هذا هو باش الاشكال اللي كاين، لان خنشه خنشه كتابه كتابه كلشي اللي فيها بحال بحال. غير هو كي قلت لكم انا قلبته الاخر رقيق وهذا نوعا ما فينو الحرش، هذا هو الفرق. ها هو ولكن كيبقى رخيص هذا على مقارنه مع الاخرين اللي ب 50 درهم. وهذا هذا راه خديته البنات خديته لولادي، هذا الباندومي كومبلي هذا ديال القمح، كنديروا لهم هكا الصباح كنسخنوا ليه في البانيني كيدهنوا فيه شويه هكا كوفيتير ولا فرماج ولا هذا كيفطروا بيه، راه خداوه الصباح دشنوه فطروا بيه الصباح. هذا كيدير 11 درهم حتى هو، خديته في اتقداو. وخديت الزيت الحبيبه خديت اوليور، انا كل مره كنجرب ومهم ملي كنلقى شي شويه ناقصه في الثمن كناخذها، هذيك كدير البنات 87 درهم فاصلة شي 20 سنتيم، نشوف 40 سنتيم، المهم 87 قولوا 17 و40 ريال، فهمتوا 17 و100. وديجا كنت جربت شحال هذه، يعني زوينه خاتره وماشي من داك النوع، راح سمحوا لي ماشي من داك النوع اللي كتكون جاري. هذاك الماء غندوي لكم عليه خليه هو الاخر، نكمل لكم حاجه اتقدم. خديت هنايا جوج لده، هادو راه ما كنبغيهم البنات غير المسمن، انا كيخطانيش المسمن دائما كنديرو، كي كنقول لكم الا ما كانش عندي الزبده البلديه كثيره، الا كانت كنديرها كانتش عندي كندير من هذه الغالب الله حتى كتوجد الزبده. هذه البنات ب 7 دراهم ونص، 150 150 بجوج 300 ريال. خديت هاد اقبال هذا ديال البودره ديال الكاكاو، هذه البنات كدير شحال كدير 6 دراهم ونص، وسمحوا لي على الاضاءه البنات. خديت البنات اللي مجربه هاد الداليه تقولها لي، شكرتوا لي واحد المتتبعه وقلت نجربو اول مره نجيبو، اما كتجيب عيشه ولا ديليسيا. دابا جبت هاد الداليه كدير 22 وشحال الورقه حدايا تنقرا منها، 22 و10 ريال، يعني 450 ريال. ما غاديش نفتحها هذه لان باقا عندي مطيشه، غير بانت لي فيها وما عنديش تقضيه بزاف، قلت ناخذها نخزنها رمضان كما كتعرفوا. رمضان ما بقاش له بزاف، وفي رمضان كيزيد الثمن ديالها يطلع، قلت ناخذها نخزنها وصافي. المهم تتخليوا لي رايكم فيها البنات. لقيت هاد الكوفيتير في اتقداو تيدير 20 درهم فصيلة شي، المهم 21 درهم هكا، كاين في المشماش وكاين في الفريز، قلت نجرب نتوما عارفين الوليدات كيبغيو هادشي ديال الفريز. وهنايا لقيت هذا كنمشي دائما كنلقى الاخر ناتيور، الاخر ما كيبغيوش ليا ولادي، سبق ليا جبت واحد النهار ما بغاوش ياكلوه، هما اللي كنت كنجيب لهم هذا كياكلوه، هذا شويه مالح يعني ماشي بحال الاخر مسوس. هذا في بيم سمعوني هنا في الاسمنه، في بيم داير 50 درهم نيشان، في اسواق السلام داير 53 درهم زيت 3 دراهم. مشيت لاتقداو لقيتو ب 49 درهم،
فصيله 50 فرانك. وكذلك خديت في اتقداو هذا الكوردون بلو البنات، هذا الكوردون بلو زوين انا البنات. كاين ديال الكيلو، كاين ديال جوج كيلو، كاين اللي كتير. هما شنو؟ عباره على ستيك ديال الدجاج كيكون مفند بالفرماج وبداك هذاك سميتو لدان فيمي، وكيكون مغلف ومفند في الخبز المحمص. كتجيبيه انت كتقليه هكا، اما في الزيت اما لا بغيتيش ديريه ديريه في الفران، بغيتي عندك القلايه الهوائيه ديري فيها، ولكن في الزيت كيجي احسن. انا كنقول لكم الصراحه، هذا كيلو كيدير البنات 70 درهم، فهمتوا؟ كاين 70 درهم وكاين كله الثمن ديالو. هذا لصقوا لي عليه وليداتي، كنبغي هكا في العشاء خفيف مع شويه الرز، شويه ديال لي بات، ولا المهم فهمتوا، يعني عشاء خفيف وصافي. خديتو ليهم، ها هو جبته من الفريغو باش نبقى نقلي منه غير في القياس صافي. وخديت شي دانون هكا من نيت من اتقداو ديال الفريز، داك فولوطي داكشي. المهم راهم في الثلاجه هذوك غير ديال الوليدات. دابا نمشي معكم ان شاء الله للبين. هنا خديت هاد الشوكولا ديال الدهن، هاد مرحبا زوينه البنات، كنصحكم به. كاين في بيمت كيدير 500 درهم، 25 درهم. المذاق ديالو قريب من النوتيلا، كلكم كتعرفوا النوتيلا غالي. هذا خديته من بيم. باقي غادي نجيكم الكويج اللي قلت لكم زوينين تما. خديت هاد الشعريه الكرام، كنت خديتها هذاك الشهر وقلتها لكم، هذه كدير 11 درهم، هي عاود خديتها زوينه البنات. يعني ما كت فيها نص كيلو، ها هو ما كتعجن ما حتى شي حاجه، زوينه من عند. شوفوا هي صفه عامه المعجنات في بيم، ومواد التنظيف طوب. ما نعاودش لكم. هادو خديت هذا، هاد المايونيز ديجا خديته داك الشهر، عجبني المذاق ديالو. هاد بولبول البنات هادي كدير 9 دراهم فاصله شي حاجه، معلين 10 دراهم. المذاق ديالها زوين، فهمتوا البنات؟ حتى هذا فايت خديتو، المذاق ديالو زوين. شوفوا اللي المذاق ديالو زوين وكيعجبني كنقولها لكم، باش الا خديتو تاخذوه مطمئنين. حاجه اللي نص نص غنقولها لكم، واللي زيرو غنقولها لكم. هذا المذاق ديالو زوين، كيدير 15 درهم البنات. الخميره خديت هنايا، الخميره كدير 5 دراهم و90. خديت جوج هاد السبوله، ما لقيتش رافعه هي اللي كتعجبني، خديت هاد جوج. دابا عرفتوا مع الحل بارد كتسهلك الخميره بزاف، ماشي بحال الصيف كديري شويه. خديت هاد الشامبينيون البنات، كيعجبني نديرو في ملي كنت كندير مثلا لي بات بلي صوص بلونش كيعجبني، وكذلك في البيتزا كيعجبني كنديرو. خديت هاد جوج هادو، كيدير 7 دراهم فاصله 90. ها هي قولي 8 درهم، قولي 160 لواحد. خديت جوج وخديت هذا، عقلتو اللي كنت شكرتو لكم داك الشهر اللي فات، واعره البنات زوين. خديت هذا، راه كاينه اللي فيها غير النص وكاينه اللي فيها كيلو، هذه فيها نص كيلو ما كاملش، 450 غرام، كدير 30 درهم. زوينه، فيها اللوغو ديال الفرماج الاحمر، يعني ميلونج ما بين الموتزاريلا وما بين الفرماج الاحمر. وكل شيء دائما كنقول لكم غاسترو ميكس كتكون عندهم داك الشيء واعر. ها هي خديتها هكا، كنحتاجها بالنسبه في رمضان كناخذ ديال كيلو، لان كتكون عليا الدرك. وهذه خديت غير هكا، لان هنا دابا من اللي كتشدك الحمل حداك كتنوض ديري لهم بيتزا ولا شي حاجه ولا شي غاتا، ولا كتحتاجي شي شويه مدردر من الفوق. خديت سنيده، مولفين كتشوفوا معايا ديما كناخذ 3 4، كنقول لكم حيت كتعجبني هذه ديال بيم، كتكون رقيقه، اما ديال الكرتون كتكون شويه الحبه ديالها خشينه غليظه، كتعجبني هذه. خديت هي غير وحده، لان باقي عندي شي جوج ما ثلاثه من داك الشهر، ما سهلكش داك الشهر السكر ما عرفتش علاش. لان ما درت لا كوفيتير لا ما كنعمرش اتاي بزاف، لان حنا بحكم ما كنشربوش اتاي بزاف. المهم بقات ليا منها، جبت غير وحده باش ما نبقاش هكا اون بان ونضطر ناخذ الاخرى اللي غليظه. هنا البنات خديت هاد، بعض المرات يعني ما عرفتش، انا عارفه هادشي ماشي صحي و و و، ولكن بعض المرات كيكون مخصص هاد الايامات اللي كيكون شويه النهار قصير، كتبغي ديري مثلا غير شي حاجه، خصك حتى تمشي تحضري صوص بيشاميل بالطحين هذا الزبده، كتشد لك الوقت. اللهم اضطريت ملي لقيت هادي ب 6 دراهم الوحده البنات، خديت جوج هكا فيها لوغو ديال الفرماج ديال الجبن، ديال الجبن. خديتها هكا غير كتخلطي كتسوسي هذا مع الحليب، وها هي حركي وها هي واجده. خديت جوج هادو. خديت كذلك هاد لاصوص، هادي كدير 9 دراهم يعني 8 درهم فاصله 90. هاد فيتالا ديال هادي ديال الطبخ، هاد الكريمه ديال الطبخ وديال الحلويات بجوج. خديت هاد جوج هادو، اول مره ناخذها لهاد لامارك، كاينه هذيك الاخرى نسيت سميتها،
والله تنسيت نسميتها. المهم خديت هذه، هي فيها 200 مليلتر. كنبغيها هكا مثلا نصوب الدراري شي كانت في راس العام، كتعرفوا الوليدات، انا نقول لكم هذه النقطه، انا ما كنحتفلش براس العام. قولوا لي واش نتوما بحالي، ما درت لهم لا حلوه لا حتى شي حاجه، ولكن الوليدات الصغار ما كيعرفوش راه انه حرام، ما خصناش نحتفلوا به، ماشي ديالنا. خصوصا ملي كيتعادوا البنيتات مع بعضياتهم كتقول حنا درنا حلوه، حنا شرينا حلوه. جات بنتي كتبكي قالت لي علاش حنا ما درناش حلوه؟ قلت لها بنتي فهمتها شنو شنو شنو، حنا راه مسلمين ما كنحتفلوش به، كنحتفلوا بجوج عياد، عيد الصغير وعيد الكبير. وعدتها قلت لها ملي فوت هكا مثلا راس العام غادي ندير لك لا تارت، وان شاء الله ملي ندير لهم شي هذا بهذا الشيء غادي نتقاسموا معكم اكل. وصافي الحاجه الاخيره اللي شفتها وعجبتني وبغيتكم انكم تاخذوها، وهو هذا الخل ديال التنظيف البنات. انا خديت جوج، ها هو هذا دايرين فيه برومو. هذا البنات كنصحكم اللي ما عمرها شرات واللي ما عندهاش تمشي تشريه، هذا يصلح لكم. هانتوما نقول لكم الاستعمالات ديالو، كديريه في شويه ملي تكوني تغسلي المواعين، كديريه في الحلفه كيخرج الكيسان والزحاج الزاج كتلمع، كديريه في لاماشين ديال المواعين الا عندك كديريه كيخرج كذلك المواعين كيشعلو، كديريه في لاماشين ديال الحوايج مره مره، كديريه تمسحي به الرخام اللي كيسولني البنات على الرخام، اللمعه اللي كتكون فيه كنمسح به انا، لان الرخام اللي كديري ليه غير الصابون، اليوم الصابون اليوم الصابون كيبدا يتضبب. ملي كتسالي كنسالي كاع الكوزينه، كناخذ من يدي كنعصر فيه شويه الخل ونمسح به البوطاجي، كيبقى الرخام هكا كيشعل وكيلمع، يعني كينفعني. كنمسح به الثلاجه، كنمسح به لا ماشين، زوين 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 البنات. والمفاجاه هما ردوه بسبعه دراهم، نشوف واش نقصوا فصيلياش، 7 دراهم و50، يعني 150 ريال. راه كان داير 9 دراهم فصيلة شي حاجة قريب 10 دراهم. ها هو راه كان عندي قبل، ها هو شتوها البنات، هذا راه ما كيخطانيش انا، ها هو هذا حتى هو هذا فورزا وهذا اكلات. المهم كلهم ديال النيطواياج، خل ديال النيطواياج، ها هو كنبقى عندي غير شي شويه، هذا راه كنشريتو ب10 دراهم، هذا دابا حتى هو راه قريب ل10 دراهم، وداروا ليه برومو ل7 دراهم ونص. مشيت خديت جوج، يعني هذه كما كنقولوا حاجه زوينه. كذلك اللي دايرين فيه تخفيض هو هاد الفيلم اليمونتير، داير 20 درهم، ها هو راه فيه ما يدار البنات، داير 20 درهم، همزه كانوا دايرين ليه قبل 25 درهم وهبطوه ل20 درهم. ها هو باقي عندي ولكن ما بقاش فيه بزاف، يعني قريب يسالي ليا، وقلت انا غنشري من بعد، اللهم ناخذوا محدو دابا برومو. ها هو فيه البنات 120 متر، ها هو راه فيه الخير والبركه ب20 درهم. ايوا هادشي اللي كاين البنات، هذه هي المشتريات ديالي، وهادشي اللي كاين. الحاجه الوحيده اللي بقات واللي قلت لكم حتى هي برومو، وهي كنت دايزه سبحان الله غير دايزه هكا، كنت سبحان الله غير دايزه البنات حدا كارفور، وقلت انا ندخل نشوف نجيب دوره نشوف واش كاين شي تخفيض وشنو عندهم، حيت شحال هادي كارفور هو لابيل في. بالنسبه لي كي اللي عندهم هاد الاختلاط، كاين اللي كتقول لك لا كاين لابيل في بوحدها وكارفور بوحدها، هو راه هو نيت. دخلت لقيت عندهم دايرين برومو في هاد الماء، عين سلطان هي نورمالمون كتباع الايام العاديه ب 13 درهم ل 5 لتر، وهذه 13 درهم دايرين برومو، الا خديتيهم بجوج كتاخذيها ب 10 دراهم، دونك خديتهم بجوج ب 20 درهم. بانت ليا مزيانه، هزيت جوج، والناس تبارك الله ما كاين غير هز 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 هز، لانها ناقصه 3 دراهم هنا و 3 دراهم هنا، راها 120 اللي ناقصه فيهم بجوج. ايوا هادشي اللي كاين البنات، هادو هما الهمزات اللي كنقول لكم، هذا هو الغرض علاش كنشارك معكم بعض المرات المشتريات ديالي، ملي كتكون شي حاجه استفدوا منها، وفعلا شي حاجه اللي زوينه استفدت منها انا كنبغي نتقاسمها معكم. هذا هو اللي كاين البنات، لا اقل ولا اكثر، باش ماشي نجي نقول لكم حكاها انا شو شنو تنشري، راه كلكم كي قلت لكم في الاول خير في ديوركم، تبارك الله، الله يقوي الخير، الله يطرح لي البركه ويطرحها لكم ان شاء الله. ونسيت العطريه البنات موريتهاش لكم، كانت بعيده عليا نسيتها، ها هي التحميره، سكينجبير، سكينجبير غلا البنات، كان شحال هذه البزار هو اللي غادي غالي، تزاد ناض سكينجبير قال لي ما كتعرفش ولا غلا، هو غلا منه، ها هو سكينجبير انا كنشريهم كنطحنهم تما في الماكينه على عيني. هذا البزار كيعطيه ليا كنقيه ديك الساعه دغيا وكيطحنوا ليا، هذه السودانيه وهذا سكينجبير، عفوا الخرقوم البلدي. ايوا هذا الشيء اللي خديت في العطريه اللي كنت محتاجاهم، اما اللي ما شفتوهش راه باقي عندي. واللي حداها شي بيم تمشي تستغل هادو، ما حد باقي فيهم برومو. هذا ما كاين البنات، يا ربي ما تنساونيش من لايكاتكم من البارطاج ديالكم، شكرا لكم، كنموت عليكم، كنبغيكم دائما، كنسطع عليكم وخلاص. يلا البنات دمتم في امان الله ومع الف سلامه.